أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهرية. بهذا المجال لي أكثر من 8 سنوات بتداول، وطبعا يعني المداولة هو شيء لازم يصير بحياتنا اليومية. طبعا متابعة السوق هو من أهم الأمور اللي لازم يقدمها المضارب أو المتداول لأسواق المال كرمال لا يقدر يستثمر أو لا يعتبر حاله، خلينا نقول عم بيستثمر برأس ماله أو حتى أي مبلغ من الإيداع اللي ممكن يكون عم يتداول فيه. بكل بساطة الوقت هو أهم شيء نحن بنواجهه، أو أول عامل أساسي ضد المستثمر أو ضد المضارب هو عامل الوقت. بكل بساطة التحركات والتقلبات اللي كنا عم نشرحها والسيناريوهات المفترضة اللي تكلمنا عليها عم نرجع نشوفها هلأ، عم نرجع نشوف أنه عم يمشي السوق بالاتجاه اللي نحن توقعناه، ولكن ما في شك أنه أخذ فترة زمنية معينة، وهذا هو العامل الوقت اللي عم نتكلم عليه اللي هو ضد المستثمر. أهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسة، خلينا نبتدي بهذه الجلسة ونشوف أبرز التحاليل اليومية اللي ممكن نكون عم نقدر نستفيد منها بهذه الجلسة. اولا حابب اتاكد منكم اذا الصوت والصوره واضحه طبعا في البدايه، وبدي ابتدي اتكلم ب او على المراكز اللي نحن داخلين فيها، ان كان على مركز اليورو جي بي بي او على مركز الدولار كاد اللي هو عنا تقريبا بحدود ال 622 دولار ارباح بالوقت الحالي. شو السبب انه انا اخترت اليورو استرليني او اليورو جي بي بي؟ شو السبب انه انا اخترت مستوى ال 0.8816 لعرض امر معلق بالبيع؟ شو السر انه انا اخترت الدولار كاد على مستوى ال 133.90 انه ادخل بمراكز بيع؟ بكل بساطة الموضوع ما فيه هو انه التحليل التقنية عم بتساعدني وعم تدعمني لاخذ قراراتي واخذ معظم استراتيجيات التداول اللي انا بستعملها، وايضا لدعم النظريات والسيناريوهات المفترضة. وانا ما طبعا اللي بدي اتكلم عليه، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة، اهلا وسهلا فيكم نورتوا. بالنسبة لليورو دولار، أو خلينا نبتدي باليورو جي بي بي، اليورو جي بي بي هو من العملات الرئيسية اللي كنا نحن عم نحدد بكل بساطة مستويات محددة. كل الأشخاص اللي بيشوفوا فيبوناتشي ريتريسمنت وإكسبانشن بيقولوا ممكن بعض الشيء صعب إنه نحن نتداول باستعمال هذه التقنيات، أو معظم المستثمرين طبعاً اللي بيتداولوا باستراتيجيات أو بيستعملوا استراتيجيات تداول أخرى بيقولوا كيف ممكن استعمل هذه الاستراتيجيات، أو بكون عندهم الحشرية انه يستعملوا فيبوناتشي. بكل بساطه لما يكون عندي قمه وقاع معين وهيكليه او شكل الانخفاض بكون تقريبا خلينا نقول على شكل خمس موجات، على طول بردد هذه العباره وبقول لكم خمس موجات. كثير من الاشخاص بيقولوا لي طب كيف ممكن اختار او كيف ممكن احدد هذه الخمس موجات؟ بكل بساطة أنا اللي عم جرب لكم إياه إنه لما تشوفوا خمس موجات يكونوا واضحين أنتوا قادرين تميزوهم، اعتبروا انه هذه فرصة تداول. اذا حسيت انه الخمس موجات هي بطريقة اذا بتكون complex wave او بموجات معقدة، خليك تستبعد هذه الرسوم البيانية واختار رسوم بيانية اخرى. انما على اليورو استرليني من الواضح اذا انا وياكم بتحدد الخمس موجات اكيد بنحدد واحد اثنين، موجة رقم ثلاثة الاندفاعية الاطول، الموجة الرابعة اللي هي عادة افقية اوكي بهذا الشكل، وطبعا الانخفاض بآخر موجة إذا بدكم لزيارة مستوى 0.84. أوكي أنتوا عارفين أنه حسابنا التداول هلأ في أرباح 627 دولار، وطبعا عنا أكويتي 5200 دولار، يعني عم نتداول بتروي، عم نتداول بشكل بسيط، ونحن ابتدينا بحساب 3000 دولار تداول. أوكي 3000 دولار، هلا عم نتداول على مستويات ال 5227 دولار مع المراكز اللي مفتوحه بالوقت الحالي. بغض النظر خليني بس كفي هذه استراتيجيه التداول، هلا بنتكلم شوي عن الحسابات واداره المخاطر. من وراء ما نشهد اذا بدكم خمس موجات انخفاض نتوقع وباستعمال فيبوناتشي نتوقع على طول ثلاث موجات تصحيحيه. ثلاث موجات تصحيحيه بتكون على شكل طبعا اي بي سي او دبليو اكس واي. بكل بساطه بهذه الموجه الامتداديه اذا بدكم او المعاكسه اوكي خلينا نوصل الى مستويات محدده. استاذ عمار شو عم بصير بالداو؟ هل يا ترى ممكن يكون عندنا انهيار هلا بالداو؟ خلينا نشوف شو عم بصير بالداو. اوكي يو اس 500 تركنا كل الامور وعم نشوف الداو. اوكي 26100 و15. استاذ عمار شو عندك مراكز بالداو جونز هل يا ترى؟ او ممكن يكون عندك شو يعني
بالمبدأ داو جونز طبعا بعده محله داخل مرحلة أفقية، ممكن يكون عنده فرصة استثمار عليه لأنه عنده expanding ending triangle. وإنما طبعا عم نشهد بعض التقلبات الضخمة جدا على الداو جونز، يعني بتلاحظوا إنه كل شمعة حتى شمعة الخمس دقائق بتلاحظوا إنه ممكن يكون عندنا إذا بدكم بعض التقلبات السريعة وبعض اللي خلينا نقول الشموع الضخمة. أوكي، ممكن يكون بيع أستاذ عمار، ممكن يكون بيع. هلا بنشوف تقريبا المنطقة اللي وصلنا لها هي منطقة مهمة جدا. أوكي، خلينا نحددها وباستعمال إذا بدكم بعض التقنيات والتداول. خلينا نشوف طبعا 1 2 3. أوكي، A B C A B C، موجة اندفاعية. أوكي عظيم، خلينا نشوف شوي صغير باستعمال فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع. ويبقى A B C عم نتداول تقريبا قرب مستويات ال 88% اللي هي مستويات تقريبا تم اختراق مستويات البيع. اوكي، وبكل بساطة نتوقع اذا بدكم بعد قوة واختراق القمة. استاذ عمار، شو ممكن اقول لك؟ يعني انا شو ممكن اقول لك؟ قد ايه لك بتتبعني وقد ايه لي انا وياك على نفس الموجة، وبنعرف كتير منيح انه نحن ما عم ندخل بمراكز بيع على المؤشرات الامريكية لانه من المتوقع تكملة اتجاه الصاعد، وكنا قايلين انه ما حدا يفكر بالدخول بمراكز بيع على المؤشرات الامريكية طالما نحن بعدنا منتظرين قمم جديدة على الداو جونز وعلى الاس بي 500، منتظرين اذا بتكون قمم اعلى من القمم اللي تم تسجيلها عندي هي تقريبا قمه 27083. فمن ورا ما تتسجل قمه جديده فوق هذا المستوى اللي هو مستوى ال 27000، هنيك رح نرجع ننبش انا وياكم على فرصه استثمار وفرصه بيع وطبعا انهيار كراش سايكل. كنا تكلمنا على كراش سايكل ونتوقع انهيار المؤشرات الامريكيه، قلت لكم في شهر سنه الف او في شهر 6 عفوا لشهر 9 او 10 بسنه 2019، ومن المتوقع ان يكون تسجل عند قمم جديده ما قبل هذا الانهيار. خلينا نكفي اليورو جي بي بي يا جماعه، عندنا فرصه استثمار. هلا بنرجع بنمر على الباوند دولار، وعندي فرصه استثمار على اسعار الذهب، عندي اشاره سلبيه على رسم بيانه الاسبوعي، نمط احتواء على رسم بيانه الاسبوعي، ننتظر نقطه دخول مميزه لندخل بمراكز بيع على اسعار الذهب. رح ندخل طبعا على الباوند دولار، الباوند دولار. خلينا نشوف اليورو جي بي بي اللي كنت عم بتكلم عليه. اليورو جي بي بي فرصه استثمار رائعه، انتظرنا ثلاث موجات تصحيحيه لزياره مستوى 0.8616. ما في شك انه السوق من وراء انخفاض خمس موجات ارتفع بثلاث موجات تصحيحيه وابتدينا الانخفاض، بعدنا داخلين بمراكز بيع على اليورو جي بي بي. من المفروض انه كل الاشخاص اللي بيتابعوني بجلساتي اليوميه وبيتابعوا صفحه تكمل العربيه بيعرفوا انه نحن عرضنا امر معلق بالبيع على اليورو جي بي بي، وطبعا كنا منتظرين وقلنا اكثر من اسبوع. اذا بنشوف خلينا نقول تريدنج سيجنلز، هذا هو زوج اليورو جي بي بي اللي كنا منتظرينه. اوكي، عم فرجيكم بس كيف كان الرسم البياني عارضينه، ونحن هذا الزوج اللي هو يورو جي بي انتظرنا ثلاث موجات تصحيحيه اللي هي اي بي سي لزيارة مستوى 86.10 86.15 ما قبل الاتجاه الهابط. فبكل بساطة السوق ارتفع وصل لهذه المنطقة، تفعل الأمر المعلق بالبيع، وطبعا ابتدى الانخفاض وابتدت موجة الهبوط. فأتوقع أن اليورو يضعف أمام الجي بي بي أمام الاسترليني بالجلسات القادمة، ونتوقع أن هذه إذا بدكم الفرص اللي عم نقدمها هي من أفضل الفرص الموجودة عنا للسوق يورو جي بي بي. عم بتلاحظوا من وين كنا نحن محددين هذا المستوى يورو جي بي بي، كنا حددنا هذا المستوى الارتفاع من ما قبل انتهاء الموجات التصحية، وحددنا مستوى 0.8620 و0.8630 مع وقف خسارة 0.8725. اوكي، فبكل بساطة هذا هو مركز اليورو جي بي. اما بالنسبة لليو اس دي كاد، 640 دولار ارباح فقط بمركزين، بمركز اليورو جي بي ومركز طبعا اليو اس دي كاد. اليوم اكيد رح اعمل ابديت على تليجرام ورح نزل رسوم بيانيه اللي ممكن نتوقعها ان كان لليورو دولار ان كان لاسعار الذهب لاسعار النفط وتقريبا معظم العملات الرئيسيه رح ننزلها على تليجرام، هيدا شيء اكيد. بالنسبه لليو اس دي كاد، اليو اس دي كاد من العملات الرئيسيه اللي نحن داخلين فيها ايضا بمراكز بيع، اللي عندي فيها 339 دولار ارباح على رسم بيانيه الاسبوع. استاذ حميد اهلا وسهلا فيك، نورت الجلسه.
على الرسم بين اليوم والأسبوعي. بتمنى منكم هلأ الأشخاص اللي موجودين بهذه الجلسة أو هذه التغطية اعملوا تاج لمعظم الأشخاص اللي أنتم بتعرفوهم بيتداولوا بسوق الفوركس، وخليهم يتابعونا بهذه الجلسات. يعني فقط اعملوا آت أوكي واذكروا اسمه، اعملوا له منشن كرمال يكون معنا بهذه الجلسة. بالنسبة لليو اس دي كاد وعلى الرسم بين اليوم والأسبوعي، كنا حددنا على أنه نحن انتهينا من تقريبا الموجة التصحية الثانية 1 2 3 4 5، الموجة رقم واحد، الموجة رقم واحد ارتفاع ب A وانخفاض B وارتفاع C اللي هي تلقب بموجة رقم 2، وابتدينا بالموجة الثالثة. الموجة الثالثة اللي هي تتضمن أيضا انخفاض 5 موجات 1 2، نتوقع 3 4 5 وتكمل الاتجاه الهابط. بهذا السيناريو اللي عم قلكم اياه، الدولار كاد ممكن يوصل ويستهدف مستويات تقريبا ال 130 وحتى 125 ضمن الجلسات القادمه. يعني عم نتوقع انا وياكم انخفاض للدولار الامريكي مقابل الكندي. طيب هلا اذا في حال نحن نتوقع ضعف الدولار الامريكي مقابل الكندي، تمام؟ اوكي، اذا في حال نتوقع ضعف الدولار الامريكي مقابل الكندي، هل يا ترى ضعف الدولار الامريكي ممكن ايضا نفكر بارتفاع الذهب، ارتفاع اليورو، ارتفاع استرليني وارتفاع العملات الرئيسيه الاخرى؟ طبعا لا. على طول لما ناخذ نحن سيناريو مفترض لا اليو اس دي كاد ولا الدولار الكندي، ضعف الدولار الامريكي مقابل الكندي دولار هذا بيعني انه ممكن الكندي دولار يكون عم يقوى، فمش بالضرورة انه الدولار الامريكي يكون عم يضعف. فهذه نقطة مهمة جدا لازم نعرفها نحن كمضاربين وكمستثمرين بسوق الفوركس، وخاصة باخذ بعين الاعتبار انه اسعار النفط عم ترتفع. اذا بتدخلوا على الدبليو تي اي والكرود اويل بتعرفوا انه اسعار النفط عم بتسجل لي موجات ضخمة جدا بالاتجاه الصاعد، وعم بتسجل شموع ضخمة جدا بسيطرة فريق الثيران عليها. وايضا تم اختراق مستوى الاكسباندينج اندينج تراينجل اللي هي اعطتنا اشارة ايضا شراء منذ الأسبوع الماضي. هلا بكل بساطة ارتفاع ال WTI أو الكرود أويل أو أسعار النفط بكل بساطة بترفع الكندي معه. بدكم تنتبهوا لنقطة مهمة جدا، العلاقة الإيجابية اللي موجودة بين النفط والكندي موجودة بعدها، وإنما أنتم بتعرفوا إنه العلاقة عكسية بين الدولار كاد والنفط. انتوا بتعرفوا انه نحن بجلساتنا القادمة وطبعا بجلساتنا السابقة كنا على طول بنذكر انه مراكز بيع الدولار كاد، وعلى طول بنشوف مراكز بيع وضغوطات سلبية لليو اس دي كاد، هذا بيعني ضغوطات ايجابية وسيطرة فريق الثيران للكرود اويل ولا اسعار النفط او الدبليو تي اي. فبكل بساطة العلاقة ايجابية بين الكندي لحاله والكرود اويل، وهذه نقطة كمان مش كل الاشخاص ممكن يكونوا بيعرفوها. طبعا هذا شيء يعني معلومات عامة، خلينا نقول يو اس دي كاد USD CAD أو هذا الزوج، وعندي WTI اللي هو الكرود أويل، WTI أو الأويل خلينا نقول النفط، تمام؟ إذا في حال ما نتكلم على الكرود أويل واليو اس دي كاد، بنعرف إنه الكرود أويل إذا في حال ارتفع اليو اس دي كاد بنخفض، والعكس صحيح، إذا في حال الكرود أويل انخفض اليو اس دي كاد بيرتفع، تمام؟ يعني أنا عندي علاقة عكسية بين اليو اس دي كاد والأويل، وإنما الكندي لحاله والأويل بيمشوا بنفس الاتجاه. فهذه هي ايضا نقطه مهمه، يعني كل ما يقوى الكندي النفط رح يقوى اوكي، والدولار كاد رح يضعف. هلا بالنسبه لنا، هل يا ترى عندي فرص استثمار على اسعار النفط؟ طبعا لا، ولكن اول نقطه ممكن نستهدفها هو اقله مستوى 63.80، هذه المستويات المنتظره. وباخذ بعين الاعتبار في بوناتشي من اخر قمه هذه القمه لهذا القاع، طبعا عندي مستويات محددة لازم نزورها اللي هي تقريبا مستويات 63-73. عند زيارة هذه المستويات بنرجع بنفكر بمراكز بيع وثلاث موجات تصحية ما قبل اتجاه الصاعد. وأنا ما بالوقت الحالي أتوقع قوة أسعار النفط بالمرحلة القادمة، وخاصة بأخذ معنا الاعتبار أنه اجتماعات أوبك عم بتكون إيجابية، عم بيكون في عندي اتفاق بين الدول الكبرى اللي هي إذا بتكون لها علاقة بتحرك الاتجاهات المفترضة لأسعار النفط، إن كان دولة خلينا نقول دولة السعودية، عم نتكلم على طبعا الولايات المتحدة، يعني هي من أقوى الانتاج اللي عندها إياه بالنفط، ولكن ما بتستعمله، سياستها إنها تستعمل إذا بتكون أبار النفط اللي تابع على الدول الأخرى، وتخلي أبار النفط في الولايات المتحدة طبعا آخر مخزون ممكن تستعمله. عادة كندا ليش في عندي علاقة بين أسعار النفط والدبليو تي اي؟ لأنه عفوا أسعار النفط والكندي، بما أنه كندا هي من الدول الكبرى المصدرة للنفط، والولايات المتحدة هي الدولة الأولى اللي إذا بتكون بتستورد نفط من دولة كندا،
وطبعا بحيث انه هن يعني جيران، اوكي، الباب على الباب. فبكل بساطه هلا ومع النفط الصخري ومع اذا بدكم خلق فرص استثمار جديده لمنتوج جديد اللي هو النفط الصخري، خف اذا بدكم الطلب على ال WTI. فبكل بساطه كل المستثمرين فكروا انه ممكن WTI او الكرود اويل يرجع ينخفض ويرجع يلاقي مستويات اذا بدكم قرب مستوى ال 40 و 30 دولار، وانما روسيا عارضت هذا الموضوع. فالسياسه لها ضغوطات اذا بدكم بعض الشيء على اسواق المال او سوق الفوركس بشكل عام، وكلنا عارفين هذا الموضوع. فروسيا رجعت ضغطت ورفعت اسعار النفط. فرصه الاستثمار لاسعار الذهب، عم نشوف اسعار الذهب هلا عم تتراجع، يعني انخفاض اسعار الذهب المستوى تقريبا 1297، وهلا عم نتداول قرب مستوى 1291. تراجع الاسعار الذهب، ما في شك انه ممكن نشهد ايضا ضعف لسعر اوسه الذهب والمعادن بجلسه القادمه. هلا في عندي سيناريوهات مفترضه بتقول انه الموجه رقم 1 2 1 2 3 4 5 3 4 ونتوقع انخفاض الموجه الخامسه الاخيره لاستهداف مستوى 1240 1230. عند زياره مستوى 1240 1230 راح نكون هنيك نحن في انتظار نقط دخول، نقاط دخول مميزه واذا بدكم مغري جدا للشراء. مش يعني انه اكيد الشراء من تحت، يعني مستوى 1240 ما في شك انه مغري، بحيث انه نحن بعدنا اخذين السيناريو الايجابي لاسعار الذهب اللي هو اول موجه اندفاعيه اللي هي ويف اي، اول موجه ارتفاع، ومن ثم الدخول بموجات تصحيه او افقيه على شكل مثلث اللي هي تلقب ب اي بي سي دي اي، ويف اي ويف بي بهذا الشكل، ويف سي دي، ونتوقع انخفاض ويف اي. هلا على طول ويف اي بتكون لاجينج، يعني عم نتكلم على انخفاض الموج اي ولكن عدم وصولها الى خط الدعم. ممكن ما توصل ويف اي على طول، ممكن ما توصل، تلقب بالموج اذا بتكون القصيره اللي هي لاجينج، تمام. ونتوقع الارتفاع، هذا السيناريو الايجابي. طبعا السيناريو الايجابي اللي بيقول انه نحن ارتفعنا باول موجه تصحيه ويف اي وصولا الى مستويات تقريبا 1370، دخول بهذه الموجة الأفقية ويف بي ونتوقع ارتفاع ويف سي لزيارة مستوى 1500 وحتى 1600. كثير من الأشخاص منتظرين هذه الأرقام اللي هي 1500 دولار لسعر أوسة الذهب لإعادة امتحان خطوط الدعم. ركزوا معي شو عم بيصير على رسم بيان الأسبوعي، وبأخذ بعين الاعتبار تاريخ الذهب، بكل بساطة معظم الأشخاص بيعرفوا أنه كان عندي نقطة مهمة جدا ما قبل اختراق الذهب اللي هي على هذه المستويات، تمام، اللي هي مستويات 1525 دولار. طبعا اذا بنمتد فيها بنعرف انه هي مستويات مهمه جدا. 1525 دولار بير اونس، 1525 دولار لسعر اونسه الذهب، هو مستويات مهمه جدا لاعاده الامتحان. عم لاحظ انه كان عندي خطوط دعم، تم الاختراق اللي هي بريك اوت، اخترقنا هذه المستويات من وراء تكمل اتجاه الهابط، من المتوقع اعاده الامتحان ما قبل الانخفاض. فكثير من الاشخاص بيقولوا انه مستوى 1525 متوقع، وايضا يعني عند الوصول الى مستوى 1525 كثير من الاشخاص رح يرجعوا يتمركزوا، رح يرجعوا يعززوا مراكز البيع، ورح يرجعوا يستهدفوا مستوى تحت ال 1000 دولار لسعر اونسه الذهب. هلا انا كمحلل بفضل انه ننتظر اشارات واضحه اكثر من هذه الاشاره اللي هي متكلم فيها على المدى الطويل، خاصه بحيث انه نحن عامل الوقت هو العامل الاساسي اللي ضد المستثمر والمضارب. ما في شك انه اسعار اونسه الذهب رح ترتفع لزياده مستوى 1525، ولكن مش بالضروره بالوقت الحالي. هلا نحن اول هدف لنا ننتهي من هذا المثلث اللي هو بعد عندي موجه هبوط ناقصه لزيارة مستوى 1240، وهنيك بنرجع بنتأكد إذا في حال عندي سيناريو إيجابي أو سيناريو سلبي على المدى الوسط للطويل. بالنسبة للباوند دولار شو عم بيصير؟ نصحتكم بعدم الدخول بالباوند دولار، نصحتكم بأنه الباوند دولار التقلبات فيه ضخمة جدا، من المفروض أنه نحن كمستثمرين ننتظر إشارة إيجابية للباوند دولار. وخلينا لكم وين، إذا بنرجع على الرسوم البيانية منلاحظ انه الباوند دولار هو من الرسوم البيانية اللي حددنا ارتفاع لها. شو يعني؟ ليكو السيناريو على الجي بي بي يو اس دي، جي بي يو اس دي حددنا ارتفاع لملامسة الموجة الخامسة اللي هي لقبناها بويف سي او ثالث موجة تصحية اللي هي بيج ويف اي بيج ويف بي
بيج ويف سي وصولا الى مستويات 134 98 او 135. فكتير من الاشخاص لما ابتدى الباوند دولار، اهلا وسهلا فيك استاذ سمير، اهلا وسهلا فيك استاذ حميد، شكلك انت داخل بمركز شراء على اسعار الذهب بتمنى لك التوفيق، ولكن بالنسبه لنا انتبه من موجه هبوط بسيطه في البدايه. هلا الباوند دولار لما حللناه وكنا تكلمنا على ارتفاع الباوند دولار لمستويات ال 135، كثير من الاشخاص ابتدوا يتكلموا عن اذا بدكم الهبوط اللي شاهدناه على استرليني دولار، قالوا انه هذا السيناريو والله مش صحيح. بكل بساطه انا كنت قلت لهم انه ثلاث موجات تصحيح اللي هي ويف اي بي سي ويف، خليني بس غير اللون لتكون واضحه، تمام؟ هذا لون الازرق، اوكي، ويف A B C، ثلاث موجات تصحيح تم استهدافها، وبكل بساطة من وراء انتهاء هذه الموجات التصحيح نتوقع تكملة اتجاه الصاعد بعد أكثر لزيارة مستوى الـ 135. ارتفاع وزيارة مستوى الـ 135 مهم جدا ومنتظرة مقابل الاتجاه الهابط أو السيناريو الهابط. بالنسبة لنا March 28 اللي هو شهر أدار، اللي هي طبعا من كان يعني اسبوع انهار التداول، اي متى كان 28؟ خلينا نشوف الايكونوميك كالندر، ايكونوميك كالندر 28 اللي هو كان اوكي نهار ساندي احد، اوكي عظيم، يعني نهار جمعه اللي هو 26، مفروض انه 28 كان اخر نهار لاسترليني دولار او لقرار تريزا ماي بأخذ قرار، أو خلينا نقول التصويت اللي هو على الاتحاد الأوروبي إذا كانت بريطانيا بقى تبقى ولا لا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بكل بساطة هذا الموضوع بطل يهمنا، already discounted. شو يعني already discounted؟ خليني أخبركم شغلة مهمة جدا بسوق الفوركس. إذا في حال أنا الفائدة هو موضوع مهم جدا، أوكي الفائدة ما... خلينا نتكلم على موضوع مختلف، تمام؟ خلينا نتكلم على موضوع مختلف. إذا في حال رأيكوا هذا المثل، يعني هذا مثل هيك ظريف شوي، إذا في حال أنا جيت قلت لكم والله أجانا شخص صدفة تلقيت فيه على الطريق، أجانا شخص عطيني 10 دولارات، أول نهار أنا بنبسط بالعشر دولارات، العشر دولارات مميزة، أجتني هدية ومش بالحسبان طبعا، فما في حدا ما بحب أنه يفت له دخل إضافي. اجا تاني نهار نفس الشخص لقيت فيه على الطريق عطيني 10 دولارات تاني، وتالت نهار ورابع نهار وعلى مدة شهر واثنين وثلاثة عم بيعطيني 10 دولارات. اخر شيء 10 دولارات رح تبطل تعني لي، رح صير انا عم بطمح اكثر، 20 دولار و30 دولار و40 دولار و100 دولار و1000 دولار، وهذا هو الطمع طبعا. بغض النظر عن هذا الموضوع، الفكره اللي بدي اوصلها انه لما نجي نتكلم نحن على الفائده او الانترست ريتس في الولايات المتحده اللي تكلمنا فيها من سنة 2014 على سعر الفائدة، هز السوق كله، سوق الفوركس عنده انهيار فيه إلى آخره، الفائدة بالولايات المتحدة بدها ترتفع، الفيدرال ريزيرف بانك برنانكي أخذ قرارات مهم جدا، فممكن الدولار الأمريكي يعمل سيرج أو خلينا نقول يطير مثل ما بيقولوا بالعامية. فبكل بساطة لما الخبر ابتدى يتداول اكثر من مره بشهر واثنين وثلاثه واربعه وسنه وسنتين، وصلنا على سنه 2019، هلا بيتكلموا على سعر الفائده، ما بيتحرك السوق. بريكزت نفس الموضوع اللي صار فيها، مثل ال10 دولارات على الطريق اوكي بريكزت نفس الموضوع. فتريزا ما تكلمت على بريكزت، انهيارات ضخمه جدا لاسترليني دولار، تحركات 300 و400 نقطه، هلا بريكزت بريكزت بريكزت، خلصنا من بريكزت، الموضوع بطل مهم بالنسبة لبريكزيت، بطل حديث البلد، بطل حديث البورصة، بطل حديث أسواق المال. فبكل بساطة ننتظر هلأ الإشارات الواضحة اللي كنا نحن محللينها قديما تاخد مجراها، أوكي، ومن المفروض أنه نحن نشهد بعض كمم جديدة للاسترليني دولار. هلأ كثير من الأشخاص قالوا لي طب أنه إذا في حال نتيجة بريكزيت كانت نيجاتيف أو سلبية، مش من المفروض أنه الاسترليني دولار يسجل مستويات أو كعان جديدة لمستوى 121؟ مش من الضرورة، لأنه ممكن خروج بريطانيا أو التصويت، بغض النظر إذا التصويت كان إيجابي ولا سلبي، بس مش من الضرورة تحليله اقتصاديا أنه عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو شيء
ايجابي او سلبي للعمله البريطانيه. قال لك ليش؟ لانه ممكن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يكون افضل، لان الاتحاد الاوروبي يعتبر عبء على بريطانيا، وبحكم او بحيث انه بريطانيا هي من البلدان الرئيسيه اللي اقتصادها افضل الاقتصادات في الاتحاد الاوروبي، هي والمانيا، صح ولا لا؟ يعني عندي اليونان، عندي ايطاليا، عندي البرتغال، عندي قبرص، هن البلدان اللي عم بتقل اذا بتكون الضغوطات السلبيه على الاتحاد الاوروبي. فبريطانيا هي من البلدان اللي عم طبعا تضخ سيوله اكثر باليورو زون او الاتحاد الاوروبي بشكل عام. فبكل بساطه عدم خروج بريطانيا ممكن يكون سلبي، وانا ممكن يكون ايجابي ايضا. ليش؟ لانه البرلمان او الاتحاد الاوروبي ممكن يكون عنده، خليني اقول يعني خطط او امور محللينها هني، انه ممكن بالمستقبل وضمن بقائنا في الاتحاد الاوروبي ممكن نقدر نعمل كذا 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 كذا، ونقدر نحسن اقتصادنا بشكل افضل واسرع من انه نخرج. فطبعا هن رسمين خطه، ونحن كمستثمرين بدنا فقط نقدر نتصيد فرص نقاط الدخول وخروج، ونحن كمضاربين بكل بساطه على رسم بين الساعه والاربع ساعات ما انه هالشيء المهم. ولكن اللي بقدر لكم اياه انه السيناريو والضغوطات السلبيه على العملات الرئيسيه موجوده، بحيث انه طبعا الدولار الامريكي ابتدى موجه الارتفاع تبعه. فكل الاشخاص اللي حابين انه يدخلوا بمراكز على العملات الرئيسيه، انا بفضل انه تكون مراكز بيع، ولكن على المدى الوسط للطويل. كمضاربة ما عندي شيء واضح غير انه داخل مركز بيع الدولار كاد ومركز بيع اليورو جي بي بي، واتوقع ضعف اليورو مقابل الاسترليني. وانما ضعف اليورو مقابل الاسترليني ما بيعني انخفاض اليورو، ممكن اليورو يورو جي بي بي، هذا الزوج او كروس اليورو جي بي بي، اذا في حال اليورو بده يضعف امام الاسترليني، ممكن بكل بساطه اليورو يرتفع والاسترليني يرتفع اكثر منه. فبهذه الحاله ومع ارتفاع الاسترليني اكثر من اليورو، اليورو بكون ضعف امام الاسترليني، فهذا الزوج اللي هو الاكزوتيك كروس اليورو جي بي بي طبعا راح ينخفض. اوكي، وهذه هي ايضا من الامور اللي بتضيع المضارب او المستثمر بالفوركس او بالاكزوتيك كروسز، خلينا نقول مثل الاسترليني ين، مثل الاسترليني نيوزيلندي، اليورو جي بي بي، او معظم الازواج او العملات الرئيسيه. خلينا ندخل شوي صغيره على تحاليل اخرى. ليكون استرالي دولار مهدى، يعني اذا بدي افكر انا على صوت عالي وعارف انه احنا بهذه الجلسه شو ممكن نلاقي فرص استثمار، بكل بساطه بقول استرالي دولار مهدى. شو يعني مهدى؟ يعني محافظ على مستويات مهمة جدا بين تقريبا مستوى 0.7050 ومستويات 0.7150. هذه 100 نقطة، هذه 100 نقطة بعرف انه ضئيلة جدا بالنسبة لسيناريو مفترض، وانما المحافظة للعملة الاسترالية او الاسترالي دولار. استاذ وليد اهلا وسهلا فيك. المحافظة على هذه الأرقام للأسترالي دولار، وبحيث أن الأسترالي دولار يعتبر من العملات الرئيسية اللي تلقب بالكوموديتي كارنسي أولاً. كوموديتي كارنسي عم نتكلم على الأسترالي دولار والعلاقة الإيجابية بينه وبين أسعار الذهب أو المعدن الأصفر النفيس، تمام؟ هلأ نتكلم ونرجع شوي على الذهب، ونعرف أنه بطل النفيس، بطل السيف هيفن، بطل الملاذ الآمن. أسعار الذهب وبحكم أنه نحن دخلنا بمرحلة أفقية تجاوزت السنة ونص أو السنتين، بطل عندي شيء اسمه ملاذ آمن. ما تقولولي من سنة 2011 ل 2019 8 سنوات، التشنجات اللي حصلت بين الدول الكبرى، إن كان انتخابات الولايات المتحدة، إن كانت التشنجات اللي حصلت في سوريا وفي تركيا وفي كل الدول طبعا العربية، وأيضا الدول الأجنبية مثل الاجتماع، خلينا نقول دونالد ترامب وكيم جونغ يون اللي هو طبعا طوكيو اسمه، يمكن مش بالضبط صبته ولكن فهمته، وصلت الفكرة. فبكل بساطة التشنجات اللي حصلت عالميا، انتو برأيكم ما كان ممكن يكون محرك للمعدن الأصفر انه يرجع يرتفع ونرجع نتداول على مستوى 1400-1500 دولار لساعة الأونصة؟ طبعا هذا الشيء غريب. ليش؟ فتجاوز الفترة الأفقية او الاتجاه العام الميل على هبوط بالنسبة لأسعار الذهب أكثر من سنة ونص، خلته يكون مثله مثل أي سلعة ومثل أي عملة ومثل أي كوموديتي أو كارنسي أو حتى برودكت ممكن استعملها على منصة التداول، وبطل شيء يلقب أو يسمى بالملاذ الآمن. فهيدا بالنسبة لأسعار الذهب.
بتمنى منكم بس تقولوا لي اذا الصوت بعده واضح، لان عم شوف عندي لودينج امام، الصوت بعده واضح والصوره بعدها واضحه، الامور تمام. هيدي بالنسبه لاسعار الذهب وطبعا المراحل الافقيه اللي كنا عم نتكلم عليها. انما بالنسبه لاسترالي الدولار، ليش كنا عم نتكلم على استرالي الدولار؟ طالما الاسترالي الدولار بعده محافظ على هذه المستويات، والاسترالي الدولار هو من الكرنسيز اللي تعتبر ليدنج، ليدنج يعني هي بتمشي والعملات الرئيسيه الاخرى بيلحقوها. فبكل بساطه نتوقع ان الاسترالي الدولار طالما بعده محافظ على هذه المستويات، نحن في هولد بوزيشن. هولد بوزيشن يعني الضغوطات السلبيه بعد ما ابتدت على العملات الرئيسيه، وغير الضغوطات السلبيه الضغوطات الايجابيه ايضا بعد ما ابتدت. فإذا في حال نحن مفكرين بمراكز بيع أما شراء العملات الرئيسية، نحن لازم ننتظر الأسترالي دولار. الأسترالي دولار شخصياً بحبذ الاتجاه الصاعد، ومن وراء آخر قاعة تم تسجيله عندي هذه الموجة، الموجة اللي تسجلت عندي هي موجة A، ومن ثم دخلنا بمثلث ABCDE. نتوقع انخفاض بسيط للأسترالي دولار لزيارة مستوى تقريباً 0.70 80 0.70 80، هذه المستويات المنتظرة للأسترالي دولار، ومن ثم أتوقع يكون عندي موجة صعود منها. فطالما أنا عندي سيناريو إيجابي على الأسترالي دولار، بفضل أنه أنتظر شوي صغير، ولو حتى الرسوم البيانية عم بتحدد لي سيناريو سلبي على اليورو وعلى استرليني وعلى معظم الأزواج الأخرى. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك، مساء النور. للأشخاص اللي ما عندهم مراكز وحابين إنه يدخلوا بشيء طبعاً أو بحيالله فرصة استثمار، مراكز بيع لأسعار الذهب جيدة جداً، مراكز بيع اليورو جي بي بي اللي دخلنا فيها اللي هلأ عنا 289 دولار ربح أيضاً جيدة، مراكز بيع للدولار كاد أيضاً مميزة. وأنا مهول الفرص استثمار اللي عم بتكلم عليهم طبعاً على المدى الوسط للطويل. بالنسبة للرسوم البيانية الأخرى، بالنسبة للرسوم البيانية الأخرى، خلينا نتكلم شوي صغيرة على الجولد اللي هي توقعنا انخفاضه من مستوى 1324. ليكو في بوناتشي قديش حساسة وقديش دقيقة. أسعار الذهب حددت لكم منطقة باللون الأصفر، وقلت لكم وصول أسعار الذهب إلى مستوى 1325-24 هي مراكز بيع. وبكل بساطة وصلنا إلى مستويات 1325 بالضبط 24-80، وابتدينا بالاتجاه المعاكس. في بوناتشي قديش حساسة، قديش دقيقة، قديش ممكن تفيد المضارب، أيضا قديش ممكن تضر المضارب إذا في حال دخلها من قاع لكمي مش صحيحة. يعني إنك تدخل أنت في بوناتشي على سبيل المثال، أعطيك مثلا، إنك تدخل في بوناتشي من هذا القاع، من آخر قاع لآخر كمي على أسعار الذهب، وتقول لي أسعار الذهب والله ما احترمت مستوى 61.8%، تم اختراقها بشكل سريع. بقول لك طبعا، لانه في بوناتشي اللي مدخلناها مش من هذا القاع لهذه الكمه هو الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح هو الاتجاه العام الهابط لاسعار الذهب، فلازم ناخذ نحن في بوناتشي من اخر كمه لاخر قاع، اخر كمه لاخر قاع، وملامسه مستوى 61% طبعا راح تكون مميزه اكثر. عم بتلاحظوا مستويات 61.8% مميزه اكثر، واول ما تلامس معها سعر الذهب شفنا إشارة انعكاسية. ليش؟ لأن الاتجاه هو اتجاه عام هابط لأسعار الذهب، اتجاه عام هابط. فبهذا السيناريو اللي عم نتكلم عليه، هو أنه ممكن نحن نشهد إذا بتكون ارتداد من هذه المنطقة وصولا إلى كعان جديد. فبالنسبة لهذه الجلسة أنا كانت انتهت عندي، يعني طبعا استلزيت بوجودكم معنا، وأنا بتشكر دعمكم لنا بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو من صفحة تكمل العربية على فيسبوك. بشوفكم جلسة صباحية إن شاء الله غدا، أنا ونقوم بتحليل تقنية وشرح بعض استراتيجيات التداول. بالنسبة للأجندة الاقتصادية ما عندي أي شيء مهم، يعني صارت الساعة 5:30 أو 6:30 بتوقيت السعودية، ما عندي أي شيء مهم. فبكل بساطة ننتظر إشارة هلأ جديدة وبيانات جديدة كرمال نتكلم عليها على أسواق المال. بتمنى لكم نهار أكثر من رائع ومثمر للجميع. كان معكم المحلل التقني جزاف ظهري من شركة تكمل. إلى اللقاء.